نحمد الله ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله، ثم أما بعد، نبدأ على بركة الله المجلس 44 من قراءات تفسير الكشاف للإمام الزمخشري رحمه الله ورضي عنه. والدرس يبدأ من الآية 49 بعد 200. يقول الحق تبارك وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. الآية تتمة للقصة المعروفة والتي جاءت استجابة لطلب اليهود، قالوا: ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. الجيش يسير بقيادة طالوت، فقوله فصل أي عن موضع كذا، أي إذا تركه تماما وجاوزه. وأصله فصل نفسه، ثم كثر محذوف المفعول حتى صار في حكم غير المتعدي. وأنا كأنه يجيب عن لماذا جاء الفعل هنا بغير مفعول به، وهذا الفعل يأتي له مفعول به. والنحاة يسمون الفعل المتعدي والفعل اللازم، يطلقون على الفعل غير المتعدي يسمونه الفعل القاصر، أي الذي لا تمتد يده لمفعول به، ويسمون الفعل المتعدي الفعل غير القاصر. فهو كأنه يجيب عن هذا، لماذا لم يذكر المفعول به؟ قال: هذا من كثرة الاستعمال. وقيل: فصل عن البلد فصولا، ويجوز أن يكون فصله فصلا وفصل فصولا كوقف وصد ونحوهما. والمعنى في كل ذلك أي انفصل عن إيه؟ يعني خلاص معالم البلدة كلها، وده اللي بيبدأ القصر يطبق من غياب الإيه؟ البنيان إلى المحلة. بالجنود روي أنه قال لقومه: لا يخرج معي رجل بنى بناء لم يفرغ منه، يا سلام، ولا تاجر مشتغل بالتجارة، ولا متزوج بامرأة لم يبن عنها، لم يبن عليها، لم يدخل بها. يعني يريد أن يقول: لا يخرج معي أحد وقد بدأ شيئا ولم يتمه، حتى يفرغ باله وحتى تتجه نفسه للفتح، فلا يكون مشغولا بشيء معلق. ولا أبتغي إلا الشاب النشيط الفارغ. فاجتمع إليه ممن اختار 80,000، وكان الوقت قيضا أي شديد الحرارة، وسلكوا مفازة أي صحراء خالية من الجبال. هذه تسمى الإيه؟ المفازة، لأن أسماء الصحراء عند العرب كثيرة، لأن الوطن أغلبه صحراء، فالمفازة يطلقون عليها المفازة تفاؤلا من باب الإيه؟ يعني من اجتازها سيفوز، لكنها صحراء مديدة ليس فيها معالم ولا جبال، فهي متعبة وشاقة جدا. لماذا؟ لأنك ما دمت تسير في مكان ليس له معالم لا تستشعر أنك قطعت مسافة. ولذلك كان مما امتن الله به على قوم سبأ: وجعلنا بينهم وبين القرى التي فباركنا فيها قرى إيه؟ ظاهرة. لأن القرى الظاهرة
والمعالم الظاهرة دائما تجعل السفر سهلا، لأنه يستشعر أنه قطع مسافة، يستشعر يقول الحمد لله ده احنا الآن كذا، ده احنا الآن كذا. ولكن في الصحراء البهيمة التي ليس فيها معالم، والله لا ندري، نحن نسير منذ يومين ونسير منذ ثلاثة. فأطلق العرب على الصحراء بهذا النوع سموه الايه؟ المفازة، من باب تسمية الشيء بايه؟ بضده، لكنها مهلكة وليست ايه؟ وليست مفازة. وضحت المسألة؟ قال رحمه الله: وكان الوقت قيضا وسلكوا مفازة فسألوا أن يجري الله تعالى لهم نهرا. هذا الكلام كله كان في سيناء، وسيناء لها جهتان في مصر، هنا في جهة منها مفازة وفي جهة منها جبال ضخمة جدا. جهة جنوب سيناء وأنت تمر بعد شرق قناة السويس بحوالي 30 كيلومترا، ثم تمضي بعد ذلك إلى 170 كيلومترا، فتجد الجبال العالية جدا. ولكن في شمال سيناء تجدها كلها صحراء سهلة، لأن الجبال في سيناء في وسط سيناء وفي جنوب سيناء، أما الشمال اللي هو بيوصل لرفح فكله إيه؟ كله مفازة. فيبدو أن ده كان سير الطريق. إن الله مبتليكم بنهر، أي بما اقترحتموه من النهر، بتحريك الإيه؟ الهاء. وقد فرق أهل اللغة بين نهر بالتسكين وبين إيه؟ نهر. فقالوا نهر أي أعذب المياه، مع الحر الشديد فيكون الامتحان صعبا. حينما يقول لهم إن الله مبتليكم، والماء هنا مطلب حياة، ومع شدة القيض يكون أشد طلبا، ولكنه جاء لهم ابتلاء. فلما ابتلاهم الله، ابتلاهم الله بأعذب الماء في أشد الحاجة إليه. ده معنى الإيه؟ ده معنى. فكلمة إن الله مبتليكم لم يقل إن الله مانحكم، يبقى معناها هذا ابتلاء. فمن شرب منه فليس مني. لماذا؟ لأنه لا يتسم بالصبر الشديد، ولا يتسم بالالتزام بالأمر العسكري، ومعنى ذلك أنه يملك نفسا خوارة ضعيفة يغريها أي شيء فيثنيها عن الهدف الرئيسي. فهذا سر الابتلاء. فشربوا منه أي أغلبهم، بدليل إيه؟ إلا قليلا. حتى إن أهل العلم قالوا كان عددهم قبل الابتلاء 80,000، فشرب معظمهم فلم يبق منهم إلا عدة أهل غزوة بدر، يعني 313. وأعتقد أنتم شايفين طبائع اليهود الآن في هذه الحرب الدائرة، يعني فرارهم هو الأغلب وثباتهم هو الأقل. ومعروف عالميا أن أكبر نسبة انتحار في الجيوش في العالم نسبة الانتحار في جيش اليهود، أكبر نسبة انتحار في جيوش العالم. وفي ناس بتصنع دراسات تبين لك أن ما جاء في كلام الله كشف النفوس. فإن الله مبتليكم بما اقترحتموه من النهر، فمن شرب منه، فمن ابتدأ، يا سلام، مجرد ابتداء. طب هو جاب الفعل المقدر دي منين؟ لأن فمن شرب فعل انتهاء، يعني فعل ماضي. طب هل الابتلاء يكون بعد العمل ولا قبل الايه؟ العمل. يبقى ما ده الابتداء، يبقى ايه؟ فمن ابتدأ شربه، فمن ابتدأ. فعشان كده قدر هذا المعنى بأن كرع فيه، كرع يعني أخذ بلعة ماء. فليس مني، أي فليس بمتصل بي ومتحد معي، من قولهم فلان مني، سلمان منا، آل البيت، كأنه بعضه لاختلاطهما واتحادهما. يبقى ده على سبيل الإيه؟ ده على سبيل الاستعارة. فليس مني أي فليس جزءا مني،
يبقى شبه المتصل في الطبائع والصفات بالاتصال الجسدي، يبقى ده أسلوب إيه؟ استعارة. ويجوز أن يراد فليس من جملتي وأشياعي ومن لم يطعمه. يبقى قوله ومن لم يطعمه، ها، الطعم اللي هو الذوق، هي التي أرشدت الإمام الزمخشري أن يقدر فمن ابتدأ شربه بدليل إيه؟ ومن لم يطعمه. ومن لم يذقه من طعم الشيء إذا ذاقه، ومنه طعم الشيء لمذاقه، قال وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا بردا. يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن الماء العذب، لأن النقاخ الماء العذب غير البارد، والبرد الماء العذب البارد. لم أشرب نقاخا ولا إيه؟ فدول وصفان للماء العذب، اللي هو الماء دون أن يكون باردا والماء دون. ألا ترى كيف عطف عليه البرد وهو النوم؟ ويقال ما ذقت غماضا. إيه الكلام ده؟ ده بيتكلم على بيت الشعر، وإن شئت لم أطعم نقاخا ولا لأن ده في مقام الفخر أنه فارس شديد ويستطيع أن يصبر، وأنه صبور يستطيع ألا يذوق النوم ويستطيع ألا يذوق الماء. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم بارك في شيخنا وأطب بقاءه في صحة وعافية، وانفعنا والأمة به يا رب العالمين. قال صاحب الكشاف رحمه الله تعالى: ونحوه من الابتلاء ما ابتلى الله تعالى به أهل أيلة من ترك الصيد. اللي هو إيه؟ إذ يعدون في السبت. يعني اليهود دول كان كل الامتحانات المشددة عليهم هم، لأنهم أهل دنيا، فكل امتحاناتهم متعلقة بالإيه؟ بالناحية المالية، من ترك الصيد مع إتيان الحيل. ولذلك أوجع شيء لهم في هذه الحروب الخسارة، لأن الإحصاءات العالمية ذكرت أنهم يخسرون في اليوم الواحد 280 مليون دولار، فهذا أوجع شيء لهم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون. من ترك الصيد مع إتيان الحيتان شراعا، بل هو أشد منه وأصعب. نعم. وإنما عرف لأن ده ابتلاء بالحياة، والثاني ابتلاء باستمرار الحياة، يعني حين لا يجد ما ينفق منه ويأكله، هذا ابتلاء باستمرار الحياة، وهذا ابتلاء بالحياة ذاتها. وإنما عرف ذلك طالوت بإخبار من النبي، يعني جبريل عليه السلام هو الذي يعني أرشده إلى أن يمتحنهم هذا الامتناع، لأنه يريد أن يميز الرجال الذين سيثبتون قبل اللقاء، لا ينتظروا عند اللقاء حتى يعني يفر هؤلاء أمام العدو فينتصر العدو. وإن كان نبيا كما يروى عن بعضهم فبالوحي، وقرئ بنهر بالسكون، فإن قلت مما استثني قوله إلا من اغترف، قلت يعني مستثنى منه أين؟ قلت من قوله فمن شرب منه فليس مني. والجملة الثانية في حكم المتأخرة، إلا أنها قدمت للعناية كما قدم والصحيح. أي جملة ثانية؟ فمن شرب منه، يبقى فمن شرب منه فليس مني، فشربوا إلا قليلا، إلا من اغترف غرفة بيده ومن لم يطعمه فإنه مني. هذا معنى التقديم والإيه؟ والتأخير. كما قدم والصابئون في قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون، لأن الصابئون هنا ظاهرها العطف على إيه؟ على منصوب، لأن الصابئون علامة الرفع الواو، فعطفت على اسم إن، وحقه الإيه؟ النصر. فقال هذا تقديم من إيه؟ قيل هذا تقديم من تأخير، ده وجه من وجوه التأويل والشرح لماذا عطف كذا على كذا. يبقى كأن المعنى هنا إن الواو هنا عطفت قبل دخول إن،
هذا تقديم التأخير. نعم. ودي فيها أربعة أوجه حينما يأتي محل الكلام عليها في سورة المائدة. ومعناه الرخصة في اقتراف الغرفة أو الغرفة باليد دون الكروع، والدليل عليه قوله تعالى: فشربوا منه، أي فكرعوا فيه. أيوة. إلا قليلا منهم. وقرئ غرفة بالفتح بمعنى المصدر وبالضم غرفة. إيه الفرق بين الشرب وبين الغرفة باليد؟ أصل الغرفة باليد هكذا لا يبقى الماء، ولكن أثر الماء سيكون على الإيه؟ الأصابع. فيمصون أصابعهم هكذا، يعني معناه أنهم هؤلاء عندهم قوة وعندهم يعني تمسك بالأمر، ولكن يعني يذوق شيئا رطبا، يبقى كأنه هيذوق شيء إيه؟ رطب، مش هيشرب ماء. لكن الكرع يعني معناه أن يمر الماء من هذا المكان. بدل الفرق بين الاقتراب باليد، لأن الاقتراب باليد مش هيبقي حاجة، ولكن تكون اليد مبلولة فيذوق. نعم. وبالضم يعني غرفة بمعنى الغرف بمعنى المغروف. وقرأ أبي والأعمش يعني بمعنى الاسم المفعول يعني. وقرأ أبي والأعمش إلا قليل بالرفع. وهذا من ميلهم مع المعنى والإعراض عن اللفظ جانبا، يعني من الحمل على الايه؟ على المعنى، مش الحمل على اللفظ. ما احنا عندنا في الإعراب يا جماعة توجيه، هناك حمل على اللفظ وهناك حمل على الايه؟ على المعنى. كيف هذا؟ وهذا وجه جار في العربية. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل، الظاهر أن يقال ومن يقنت منكن لله ورسوله ويعمل، صح الظاهر كده، ولكن قال وإيه؟ وتعمل. لماذا قال ولا تعمل؟ لأن من اسم موصول هنا يطلق على الإناث، يبقى اسمه حمل على الإيه؟ حمل على المعنى. هو معنى إيه؟ معنى من. يبقى حمل الأول على اللفظ يقنت، اللفظ لأن من لا يظهر فيها تذكير ولا إيه؟ وتأنيث. وتعمل حمل على معنى من، لأنه المراد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فمسألة الحمل على اللفظ والحمل على المعنى جار كثير في كلام العرب. فهذه كلام الزمخشري رحمه الله لما يقول لك إيه؟ وهذا من ميلهم إيه؟ وهذا من ميلهم مع المعنى والإعراض عن اللفظ جانبا. أيوة، لأن الأصل هو المعنى، يعني بيقول لك ده، لأن ده كلام البصريين، لأن المعنى هو الأساس، المعنى هو الذي يجلب الإعراب وهو الذي يجلب اللفظ. فهو هنا كأنهم يمشون مع المقصود الأساسي من الكلام. فالمقصود الأساسي من أي كلام أن أبلغك معنى، فأقول لك دي طريقة من الطرق يرجحها أهل العلم. وهو باب جليل من علم العربية. فلما كان معنى فشربوا منه في معنى فلم يطيعوه حمل عليه. كلمة باب جليل يا جماعة من أبواب العربية، لأن وراءه دقائق ولطائف، كأنه بيفتح باب وسيع جدا للباحثين في النحو العربي وللباحثين في البلاغة العربية، أنه يمكن حمل المعنى على اللفظ والعكس في شعر فلان، حمل المعنى على اللفظ، الحمل على المعنى والعكس في صحيح البخاري، ممكن دراسة نحوية، ممكن دراسة إيه؟ بلاغية. فهذا باب، حينما أقول لك باب جليل يعني باب واسع للبحث العلمي في طبيعة هذه اللغة التي ليست موجودة في اللغات الأخرى. فلما كان معنى فشربوا منه في معنى فلم يطيعوه حمل عليه، كأنه قيل فلم يطيعوه إلا قليل منه. يا سلام، أدباء الحمد على المعنى هيرجح قراءة الإيه؟ الرفع. ونحوه قول الفرزدق: لم يدع من المال إلا مسحة. وطبعا وعد زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلف، دي رواية للبيت. والرواية الثانية: وعد زمان يا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحة أو مجلفة، أي كأنه لم يبق من المال إلا مسحة أو مجلف. الحمل هنا على الإيه؟ الحمل على المعنى،
ايه المسحت؟ ما المعنى معنى المسحت ومعنى المجلف؟ المعنى يا جماعه هنا من حيث السياق يعني الا المال الذي لا يغني او المال او المجلف اللي هو يعني لا يسمن ولا يغني، لا يسمن يعني كمال الاجلاف من الاعراب يكتفون بالقليل جدا، دي معنى المجلف. ما هو عشان لان الفعل هنا تضمن معنى فعل اخر اقتضى ان وجه الاستثناء يجي بالايه؟ بالرفع. وقيل لم يبق مع طالوت إلا 313 رجلا والذين آمنوا يعني القليل، ولذلك روي أنهم قالوا للفرزدق على ما رفعت قبحك الله، لماذا رفعت مسحة؟ قال له على ما يسوءك وينوءك. ده كلام الكبار، لأن طبعا الفرزدق ده رجل في أول عصر الأموي يعني في عصر الاحتجاج اللغوي، فقال له على ما يسوءك. احنا نعرف ان الرفع ده على الفاعليه على المفعوليه، لكن ما نعرف ان الرفع على ما يسوء ايه؟ ما يسوءك وينوءك، اي يبعدك عن العلم. مالك انت بالكلام ده؟ علينا ان نقول عليكم ان تعربوا. قال له هذه الكلمه قوله تعالى والذين امنوا يعني القليل، قال الذين يظنون يعني الخلص منهم الذين نصبوا بين أعينهم لقاء الله وأيقنوه أو الذين تيقنوا أنهم يستشهدون. يبقى هنا لأن الظن بيحتمل معنيين، يحتمل معنى الشك ويحتمل معنى الإيه؟ اليقين. فهنا السياق حاسم في أن المراد قال الذين يتيقنون أو الذين تيقنوا أنهم يستشهدون عما قريب ويلقون الله. والمؤمنون مختلفون في قوة اليقين ونصوع البصيرة. وقيل الضمير في قالوا لا طاقة لنا للكثير الذين انخزلوا، والذين يظنون هم القليل الذين ثبتوا معه كأنهم تقاولوا بذلك. نعم. والنهر بينهما يظهر أولئك عذرهم في الانخزال ويرد عليهم هؤلاء ما يعتذرون به. وروي أن الغرفة كانت تكفي الرجل لشربه وإداوته، لأن عندك هنا طائفتين تكلموا، قال الذين أمنوا وقال الإيه؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. يبقى دي مراتب في الإيمان، فيرد كل مقالة لأهلها. لأن الآية تقول ماذا حتى ندرك الكلام؟ الآية الكريمة تقول فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا، الضمير ده يرجع على مين؟ على الذين آمنوا معه. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. يبقى هنا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، لأنه لم يظهر لنا طاقة على تحمل العطش، فهل يكون عندنا طاقة؟ يعني كأنهم حولوا الابتلاء لصالحهم. شوف اللعب بالأشياء، كأنهم يفسرون الابتلاء لصالحهم هم، واعتبروا أن هذا الابتلاء يقصد منه هل نستطيع مواجهة الجيش العدو أم لا. فيقولون يعني لنا عذرنا، نحن لم نتحمل العطش، فكيف نتحمل لقاء العدو؟ قالوا لا طاقة اليوم لنا بجالوت. يبقى بيفسروا أو أخذوا من الابتلاء وجها من وجوه العذر. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله ردا على كلامهم كم من فئة قليلة. يعني معناه إيه؟ معناه أن الفئة المؤمنة منهم المتيقنة من لقاء الله بنت على التاريخ ووقائع السابقين وأخذ الخبرة من ذلك، فتبين لهم بناء على هذا. ولذلك نحن نقول دائما التاريخ علم المستقبل وليس علم الإيه؟ وليس علم الماضي. فاستندوا إلى وقائع التاريخ كلها فوجدوا أن النصر في حالات كثيرة جدا كان للفئة القليلة. قال وروي أن الغرفة كانت تكفي الرجل لشربه وإداوته
والذين شربوا منه الإداوة اللي هي الإداوة الوعاء الذي يحمل فيه ماء الوضوء. والذين شربوا منه سودت شفاههم وغلبهم العطش. سبحان الله، يعني الذين لم يشربوا كان الارتواء بادئا عليهم ونضارة الوجه، الذين شربوا ازدادت وجوههم سواد لتكون كلون قلوبهم. وجالوت جبار من العمالقة. العمالقة دول العرب، ده من نسل صالح عليه السلام، لما نسل سيدنا صالح، لأن سيدنا صالح لما آمن به 5000 من قومه وأرسل الله الصيحة على من كفر به، كان عدد المؤمنين بسيدنا صالح 5000، وكانوا موجودين في صحراء الربع الخال الآن في بلاد الحجاز، فأرسل الله ريحا فحملت سيدنا صالح والذين آمنوا به وذهبت بهم إلى فلسطين، وكان ذلك قبل داود وسليمان بما يقرب من 3000 سنة والعرب موجودون هناك. فالعمالق دول هم مين؟ العرب، لكن سموا عمالق ليه؟ لطول أجسامهم كما دلت عليهم آثارهم الموجودة إلى الآن. وجالوت جبار من العمالقة من أولاد عمليق بن عاد، كانت بيضته فيها 300 رطل. ما البيضة؟ الخوذة التي يرتديها الفارس على رأسه، كان يعني كانت ثقيلة جدا. ليه؟ لأن رأسه كبير، لأن ما معقول يكون الجسد كده والرأس كده، وما معقول الجسد يكون كده والقدم يكون كده، لكن خلقنا الله في أحسن صورة، يبقى الرأس على قدر مين؟ يعني ممكن يكون راسه يعني في حجم 5 رؤوس منا الآن، فاللي شكل ده هيرتدي خوذة شكلها إيه؟ بأي وزن؟ ده يعني الآن تشبه الوعاء الذي تصنع فيه الولائم في ثقلها وحجمها. نعم، قوله تعالى وثبت أقدامنا، أي وهب لنا ما نفعل، لأن هو الرطل كان يوازي كده 1/3 كيلو جرام، 1/3 كيلو جرام، يعني معناها ان كان الخوذة 100 كيلو، يعني ان لا تستطيع ان تحمل انت 100 كيلو، لانه كان ايه؟ عمليقا. نعم. قوله تعالى وثبت، ويصدق هذا الحديث الصحيح ان الله خلق ادم على كم ذراع؟ 60، وطوله 60، وما يزال الخلق يتقاصر إلى يوم القيامة. وثبت أقدامنا، أي وهب لنا ما نثبت به في مداحض الحرب من قوة القلوب وإلقاء الرعب في قلب العدو ونحو ذلك من الأسباب. لأن ثباتك يلقي الرعب في قلب العدو. قال كان إيشي أبو داود في عسكر طالوت مع 6 من بنيه، وكان داود سابعهم وهو صغير يرعى الغنم، فأوحي إلى أشمويل أن ده نبي من الأنبياء، لكن إيشي ده والد سيدنا داود، يعني والده كان مشاركا في الحرب وولاده معاه، ومنهم مين؟ سيدنا داود. وتقول روايات إخبارية أخرى أن كان عمره آنذاك 15 سنة اللي هو سيدنا داود. فأوحي إلى أشمويل أن داود بن إيشي هو الذي يقتل جالوت، فطلبه من أبيه، فجاء وقد مر في طريقه ب3 أحجار، دعاه كل واحد منها أن يحمله، يعني الأحجار نفسها التي ضرب بها جالوت هي التي نادت داود عليه السلام وهو غلام، احملني معك فإن قتل العدو يكون بي، فحمل 3 أحجار. ده بيوحي لك بالإيه؟ بوسيلة القتال في هذا الوقت. طب كيف كان يضرب بالأحجار؟ هل هكذا؟ لا، بأداة. هذه الأداة تسمى المقلاع، تسمى الإيه؟ المقلاع. تعرفون النبلة؟ نعم. لا مش كده، تعرفون النبلة؟ النبل، أيوة، هكذا، والحجر بحيث تكون قوة الدفع على قدر هذا الشط، أو المقلاع وهو حبلان و
قطعة من الشوال الجوال يكون عليها المقلاع ويعمل هكذا 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 ثم يترك الحبل يذهب. فكانت هذه ثلاثة أحجار. وقتل داود جالوت. طبعا القرآن ما اعتناش بها بالوسيلة ولكن اعتنى بالإيه؟ بالنتيجة. وقتل داود جالوت. هذا يسمى في اللغة العربية المقلاع. المقلاع يعني لا 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 لا، إما النبل وإما الإيه؟ المقلاع. فالراجح أنه المقلاع. قال رحمه الله: دعاه كل هو ده. طبعا لأن إحنا أدركنا هذا ونحن صغار السن، يعني كان آباؤنا وأجدادنا في العمل بالفلاحة، فكانت الغربان تأتي على الزرع تأكله، وأنت لو اقتربت منه سيفر دون أن تصيبه. فأنت والغربان من أكثر الطيور التي تتعظ بغيرها، لو مات واحد في مكان لا يأتي غراب بعد ذلك. وكان الفلاحون يدركون هذه الثقافة، فكنت تجد كل فلاح عنده مقلاع وهو على رأس الحقل يرى الغراب فيعمل هكذا هكذا ليصيب الإيه؟ ليصيب واحدا منهم. فإذا أصيب واحد منهم يتنادى عليه جميع الغربان ويجتمعون جميعا ويحملون جثة الغراب هذا ليدفنوه كأبيهم الأول الذي علم قابيل. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري. ومن هنا دفنوا شيث عليه السلام تعلما من الإيه؟ من الغراب. وأنا ما رأيت في حياتي غرابا ميتا ومتروكا، ما رأيت هذا. وقل مثل ذلك في الذئاب أيضا، فالذئاب فيهم أمران، فيهم الثأر وفيهم الحزن الشديد. فإن الذئب إذا قتلت زوجته لا يتزوج بعدها. تخيل، ما احنا بنقرأ في طبائع هذه الأشياء. فالذئاب أيضا يتنادون بالثأر، يعني إذا يعني أصيب واحد منهم يعوي عواء معينا لغة، فيفهمون أنه قد اعتدي عليه من واحد من بني الإنس، فيجتمعون جميعا للأخذ بصأره وينظرون إليك نظرا منتقم. وكان مما روي لنا عن آبائنا وأجدادنا أن رجلا كان عنده مزرعة بطيخ كبيرة، فجاء ذئب فأكل واحدة فضربه بالرصاص فأصيب الذئب فعوى على بقية الذئاب، وجاءوا على الرجل، الرجل أصيب بالرعب ففر سريعا، فجاءوا بليل على جميع المزرعة فكسروا كل ما فيها من البطيخ. فعرفنا أن فيهم الثأر وفيهم هذه الأشياء. يلا يا سيدي، دي المقلاع اللي جاب هذا الكلام كله عشان يبين لكم المقلاع، وإن إحنا رأينا هذا كثيرا وعرفنا الغرض من ذلك، ليصاب من بعد فيكون عبرة لغيره فيحمون بذلك زرعه. فجاء وقد مر في طريقه بثلاثة أحجار، دعاه كل واحد منها أن يحمله، وقالت له: إنك تقتل بنا جالوت. فحملها إلى مخلاته ورمى بها جالوت فقتله، وزوجه طالوت بنته. يا سلام. وروي أنه حسده وأراد قتله ثم تاب. هذا طبعا دي رواية يهودية، لأن النبي على الراجح أن طالوت كان نبيا، فالأنبياء لا يصنعون هذا، لا يغريهم النساء. لكن طبعا ده في كلام اليهود لأنهم جلالات الأدب، لا يحترمون الأنبياء ولا الرسل ولا حتى الإله الذي يعبد. قوله تعالى: فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال: وآتاه الله الملك في مشارق الأرض المقدسة ومغاربها، وما اجتمعت بنو إسرائيل على ملك قط قبل داود. والحكمة يعني والنبوة، وعلمه مما يشاء من صنعة الدروع وكلام الطير والدواب وغير ذلك. ولولا دفع الله الناس، أي ولولا أن الله يدفع سنة التدافع بين الحق والباطل، يعني ولولا أن الله يدفع بعض الناس ببعض ويكف بهم فسادهم
لغلب المفسدون وفسدت الأرض وبطلت منافعها وتعطلت مصالحها. صحيح. من الحرث والنسل وسائر ما يعمر الأرض. وربنا تعهد لأهل الإيه؟ لأهل الحق أن يظهروا فقط. فلذلك قال ربنا وقل ها جاء الإيه؟ يعني بمجرد ظهور أهل الحق يغلب أهل الباطل للمهابة التي وضعها الله لأهل الحق في قلوب الأعداء. فأنت تظهر بس، اظهر وقل الحق وسيهزم الإيه؟ أهل الباطل. لأن ظهور أهل الحق يحدث اختناقاً لأهل الباطل. نعم. وقيل ولولا أن الله تعالى ينصر المسلمين على الكفار لفسدت الأرض بعيث الكفار فيها. بعيث بعيث الكفار فيها وقتل العيث اللي هو الإفساد. فساد. لا، ما هو العيث الإفساد، لكن في فرق بينهم. أن العيث يكون سراً في الليل غالباً، أما الإفساد يكون جهاراً إيه؟ نهاراً. فلذلك تعلق حد الحراب بالإفساد لا بالعيث. اقرأوا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً، يبقى لابد أن يكون ذلك مشهوراً معروفاً منظوراً، أن يقتل أو يصلب إلى آخره. لم يقل ويعثون في الأرض، عشان تعرف أن هناك فرق بين وعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض إيه؟ مفسدين. فالعثو أصل عام في معنى التحرك سرا والحركة السرية. فالحركة السرية قد تكون إفسادا وقد تكون إيه؟ إصلاحا. فلذلك جاء القيد بالحال لتعثوا ولا تعثوا في الأرض إيه؟ مفسدين. يبقى معناه العكس إيه؟ اعثوا في الأرض مصلحين. يبقى ليس كل عثو مذموما، ولكن العثو حركة مختفية. نعم. قال ولولا أن الله ينصر المسلمين على الكفار لفسدت الأرض بعيف الكفار فيها وقتل المسلمين، أو لو لم يدفعهم بها لعم الكفر ونزلت السخطة فاستؤصل أهل الأرض. طبعا، لأن لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني بعم الكفر ولا لا. نعم. خلاص ما يستحقش يقولون. تلك آيات الله، يعني القصص التي اقتصها من حديث الألوف وإماتتهم وإحيائهم وتمليك طالوت. حديث الألوف اللي فين؟ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت. وإماتتهم وإحيائهم. طب أخذ الكلام ده منين؟ لماذا لم يكن ذلك إشارة إلى قصة طالوت وجالوت؟ قال لك أصل اسم إشارة هنا للبعد. اسم الإشارة للإيه؟ تلك اسم إشارة اقترن بلام البعد، فما يصلحش الإشارة القريب الذي مضى، ولكن الإيه؟ البعيد. هذه معنى يعني القصص التي اقتصها من حديث الألوف وإماتتهم وإحيائهم وتمليك طالوت وإظهاره بالآية التي هي نزول التابوت. يبقى كأن ده اللي بيسموه الآن يعني في الدراسات التماسك النصي. التماسك النصي يعني معناه دي اسمها الإشارة، دي اسم الإشارة يعني إحالة إلى مشار إليه. فالإحالة إلى المشار إليه هنا ترجع لإيه؟ لأو ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، حتى يريك أن النص متماسك. ففي الدراسات اللي بيسموها التماسك الإيه؟ النصي، يعني اشتمال الكلام على إحالات لأشياء سابقة لتضم السابق إلى اللاحق، فيكون ذلك أقوى تماسك. من حديث الألوف وإماتتهم وإحيائهم وتمليك طالوت وإظهاره بالآية التي هي نزول التابوت من السماء وغلبت الجبابرة على يد صبي. قوله تعالى بالحق، يعني باليقين الذي لا يشك فيه أهل الكتاب في كتبهم كذلك. وإنك لمن المرسلين،
من حيث تخبر بها من غير أن تعرف بقراءة كتاب ولا سماع أخبار. قوله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وأتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله. ده عشان حديث لا تفضل بين أنبياء الله، ها؟ لأنك لست المصطفي ولست المختار، لكن من الذي يفضل؟ الله. فلا تقل رسول الله أفضل من غيره، ولا تقل عيسى أفضل من موسى، ولكن قل فضل الله الأنبياء بعضهم على بعض. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. تلك الرسل إشارة إلى جماعة الرسل التي ذكرت قصصها في السورة، أو التي ثبت علمها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الإحالة باسم الإشارة أيضا للتماسك النصي. من وين؟ فضلنا بعضهم على بعض لما أوجب ذلك من تفاضلهم في الحسنات. منهم من كلم الله، منهم من فضله الله بأن كلمه من غير سفير وهو موسى عليه السلام، وقرئ كلم الله بالنصب، وقرأ اليماني كالم الله من المكالمة، ويدل عليه قولهم كليم الله بمعنى مكالمه. ورفع بعضهم درجات، أي ومنهم من رفعه على سائر الأنبياء، فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة. والظاهر أنه أراد سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم، لأنه هو المفضل عليهم، حيث أوتي ما لم يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى 1000 آية أو أكثر. ولو لم يؤت إلا القرآن وحده لكفى به فضلًا منيفًا على سائر ما أوتي. منيفًا يعني عاليًا رفيعًا على سائر ما أوتي الأنبياء، لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المعجزات. وفي هذا الإبهام من تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى، التفخيم اللي هو التعظيم يعني، ما لا يخفى لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه والمتميز الذي لا يلتبس. ويقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول أحدكم أو بعضكم، يريد به الذي تعورف واشتهر بنحوه من الأفعال، فيكون أفخم من التصريح به وأنوه بصاحبه. وسئل الحطيئة عن أشعر الناس فذكر زهير، أنوه يعني أمدح وأعظم. وسئل الحطيئة عن أشعر الناس فذكر زهيرا، حطيئة كان شاعرا صحابيا، فذكر زهيرا يعني من المخاضرين المخضرمين الذين عاشوا في الجاهلية والإسلام. فذكر زهيرا والنابغة ثم قال: لو شئت لذكرت الثالثة، أراد نفسه. ولو قال: لو شئت لذكرت نفسي. ويعني رحمه الله كان لسانه طويل شوية. دليل قصة مع سيدنا عمر. ما هو طبعا قصة طويلة مع سيدنا عمر، ده هو الذي أعطانا إن من أوليات الفاروق عمر إنه اخترع السجن، عقوبة الإيه؟ التعزير بالسجن، ووضع مواصفات خاصة للسجن ألا يدخله النور ليعزله عن الدنيا لتتحقق الإيه؟ العقوبة. فذات مرة الحطيئة قال بيتا صعبا جدا في قوم يمدحهم بالبخل، فقال: قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم، وده الضبط الصحيح، قالوا لأمهم بولي على النار، لأن النار دي كانت معلم البيوت والمساكن في الجبل، فتمنع البول شححا أن تجود به فلا تجود إلا بمقداري. عجيب، يعني وصل الذم بالبخل إلى هذا الحد. فأتى به سيدنا عمر وألقى به في السجن، فكتب من السجن رسالة إلى سيدنا عمر رضي الله عنه، الرسالة كلها استعطاف واسترقاق. فقال له: ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا ثمر؟ يعني يا عمر، ماذا تقول لربك لو سألك
عن أولادي وأطفال الصغار الذين يشبهون الأفراخ والذين يعيشون الآن في البرد ويجوعون، كيف تجيب الله؟ هنا عرف كيف يدخل إلى سيدنا عمر، لأنه حدثه بالمسؤولية. ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ زغب الحواصل، يعني معدتهم وبطونهم قليلة، يعني صغار يستحقون العطف، زغب الحواصل لا ماء ولا ثمر، ألقيت كاسبهم، يعني ألقيت معيلهم بالكسب، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فقال ائتوني به. قال له عفوت عنك الآن، ووالله إن عدت إلى مثل ما قلت لأقطعن لسانك، يعني هدده بإيه؟ بعقوبة شديدة جدا، وهو أن يقطع، لأن مثل هذه الأبيات تثير في الناس، يعني انظر 1400 سنة وما زلنا نردد هذه الأبيات. قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم، يعني معناها إيه؟ لأن كانت علامة الضيافة إن الغرباء يسيرون في الطريق فيظهرون، فالكلب ينبح، الكلب إيه؟ كلب القوم ينبح، فيعرف القوم أن هناك ضيفاً على الطريق، فلذلك استنبح الأضياف. إذا كأن الأضياف هم الذين يطلبون من الكلب أن ينبح ليعلم أصحاب البيت أن هناك ضيوفاً، مش استنبح الأضياف كلبهم، خطأ. لأن الضيف لا ينبح، ولكن الكلب هو الذي ينبح. قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار فتمنع البول شحا أن تجود به فلا تجود إلا بمقدار، يعني حتى. ثم ذكر الأم هنا أمر صعب جدا، وهي حتى لأن البول إخراج أذى من الجسد، ومع ذلك تبخل أن تخرج من هذا الذي هو أذى إلا بمقدار ما تطفئ النار فقط. لا حول ولا قوة إلا بالله، لم أرى مثل هذا المعنى لا قبل الحطيئة ولا بعد الحطيئة والله. فلذلك قال يعني لأقطعن لسانك، فلم يعد إلى مثلها بعد ذلك وحسنت توبته. ثم قال لو شئت لذكرت الثالثة أراد، فقال يعني في قعر إيه؟ مظلمة. ففهمنا أن السجن كان إيه؟ قال لو شئت لذكرت الثالثة أراد نفسه، ولو قال لو شئت لذكرت نفسي لم يفخم أمره. ويجوز أن يريد إبراهيم ومحمداً، يعني معنى إيه؟ أن في الإبهام تعظيماً. لقدر المبهم يعني. ويجوز أن يريد إبراهيم ومحمداً وغيرهما من أولي العزم من الرسل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما كنا في المسجد نتذاكر فضل الأنبياء، فذكرنا نوحاً بطول عبادته وإبراهيم بخلته وموسى بتكليم الله، اللي يكونوه خليلاً يعني بخلته، يعني بكونه إيه؟ فليست الخلة هنا الصفة. وموسى بتكليم الله إياه، وعيسى برفعه إلى السماء، وقلنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل منه، بعث إلى الناس كافة وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ده سبب نزول الآية يعني، هذا سبب نزول الآية. وهو خاتم الأنبياء، فدخل عليه الصلاة والسلام فقال فيما أنتم؟ فذكرنا له، فقال لا ينبغي لأحد أن يكون خيرا من يحيى بن زكريا، فذكر أنه لم يعمل سيئة قط ولم يهم بها. فإن قلت فلما خص موسى وعيسى من الأنبياء بالذكر؟ قلت لما أوتي من الآيات العظيمة والمعجزات الباهرة، ولقد بيّن الله عز وجل وجه التفضيل حيث جعل التكليم من الفضل وهو آية من الآيات. فلما كان هذان النبيان قد أوتيا ما أوتيا من عظام الآيات خصا بالذكر في باب التفضيل. بين سر تخصيص هؤلاء السادة بالذكر يعني. وهذا دليل بين أن من زيد تفضيلا بالآيات منهم قد فضل على غيره. يعني القرينة على أن يعني يفضل النبي على الآخر بكثرة المعجزات التي أوتيها. ولما كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي أوتي منها ما لم يؤت أحد في كثرتها وعظمها،
كان هو المشهود له بإحراز قصبات الفضل، لأن كل معجزة أوتيها رسول أوتي مثلها سيدنا رسول الله وزيادة. فإن كان قد أنبع الماء من الحجر لموسى فقد أنبع الماء للصحابة من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فأيهما أقوى في الإعجاز؟ وهكذا كل كذلك. إن كان يعني يبرئ الأكمه والأبرص فقد رد عين قتادة، ولذلك فخر ابن قتادة رضي الله عنه حينما دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز فقال له: من أنت؟ فقال: أنا ابن الذي فاضت على العين خده فردت بكف المصطفى أحسن الرد، فكانت كما كانت لأول أمرها، فيا حسن ما عين ويا حسن ما خدي. لأن عين سيدنا قتادة قد فقئت في الحرب فجاء بها هكذا أمام سيدنا رسول الله، فقال له رسول الله: أتصبر ولك الجنة أم أردها لك؟ قال: يا رسول الله ردها ولي الجنة. يعلمنا ليه حسن الظن، لأنك يعني بتسأل مش بتسأل أي حد. قال: ردها ولي الإيه؟ غير المرأة التي كانت يعني تسرع وتتكشف، فقال لها: أتصبرين أم أسأل الله أن يزول عنك هذا ولك الجنة؟ فقالت: سل الله أن يزيل عنا هذا ولي الجنة. قال: اللهم ارزقنا شفاعته يوم الدين. آمين يا رب. قوله تعالى: ولو شاء مشيئة إلجاء وقسر ما اقتتل الذين من بعد الرسل لاختلافهم في الدين وتشعب مذاهبهم وتكفير بعضهم بعضا، اللي هم بقى الأتباع يعني، ولكن اختلفوا، فمنهم من آمن لالتزامه دين الأنبياء ومنهم من كفر لإعراضه عنه. ولو شاء الله ما اقتتلوا كرره للتأكيد. ولكن الله يفعل ما يريد. سبحانه الإذلان والعصمة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.